شكرا يا فندم. انا برضو يعني في حضور اساتذتنا اللي موجودين هتكلم على البعد السياسي. يعني لما بنتكلم على موضوع الزياده السكانيه او اعداد السكان ممكن نتكلم عنها كفرصه ايدي تعمل وتنتج، او بنتكلم عنها كتحدي وعب ايدي تاكل وتستهلك. يعني بلا مواربة هي في حالة مصر تحدي وعبء، ليس تحدي وعبء اليوم بسبب الأزمة الاقتصادية اللي حضرتك أشرت إليها في المقدمة، ولكن عبء وتحدي منذ عدة سنوات. المشكلة في التفاوت بين معدل الزيادة السكانية ومعدل النمو الاقتصادي. يعني وفقا للأساتذتنا بيكتبوه المتخصصين في هذا المجال، كي يشعر المواطن بعائد التنمية لابد انه معدل النمو الاقتصادي يبقى 3 أضعاف معدل النمو السكاني. فلو بنقول معدل النمو السكاني في مصر حوالي 2.5% او رقم قريب، يعني دكتور حسين يبقى يصحح لنا الأرقام دي، فعلى الأقل لحد أدنى عايزين 7.5% معدل نمو سنة. لما بنشوف برضو بعض الأرقام اللي بتبين يعني حجم المشكلة، مصر من 2010 لـ 2020 أو بداية 2023 زادت حوالي 24 مليون نسمة. 24 مليون نسمة ده يعني إجمالي سكان مجموعة من الدول في المنطقة اللي احنا بنعيش فيها. طبعا زاد من المشكلة الظاهرة اللي اتكلم عنها الدكتور عبد المنعم، اعداد المهاجرين 9 مليون مهاجر، حوالي 8.7% من سكان مصر. في المقابل الاماكن او الاسواق اللي كانت بتهاجر اليها العمالة المصرية اتغيرت. صحيح. ما بين حالات عدم استقرار، ما بين توظيف لمواطنين إلى آخره. فأنت بتستقبل مهاجرين ولكن حتى قدرتك على تصدير العمالة قلت. لكن في الحقيقة برضو بعد إيجابي يعني لابد نشير إليه فيما يتعلق بزيادة عدد السكان، لأن زيادة عدد السكان برضو جزء منها بتطرح المواليد الجدد من الوفيات. ففي تناقص في الوفيات نتيجة يعني تحسن بالضبط الرعاية الصحية في مصر. متوسط الأعمار بتزيد، وفيات الأطفال والرضع بتقل، وفيات الأمهات بتقل، لأنه يعني في مبادرات صحية كثيرة ساعدت في هذا الأمر. الجانب الإيجابي الآخر أيضا اللي هو بيتعلق ب يعني التوزيع السكاني. يعني مرة كنت بتكلم مع حد صيني وبقول له المشكلة وأعداد والكلام بالشكل ده، فقال لي جزء من المشكلة في الصين تتعلق بالجغرافيا. يعني ما عادش في مكان تقريبا مش مأهول، لكن احنا ما شاء الله ما تزال الجغرافيا في مصر بتسمح بالتمدد والعمران، وده اللي احنا شايفينه الحقيقة. مساحة الجغرافيا اتسعت بشكل كبير، فما زال هناك مساحة لهذا الاتساع. عايز اقول يعني عدد نقاط كده سريعة محتاجة تركيز عليها. إذا كنا بنقول إنه المشكلة السكانية مرتبطة بالعلاقة بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، فإحنا زي ما هنحاول نقلل معدلات النمو السكاني لابد بنفس الطاقة نركز على معدلات النمو الاقتصادي وازاي نزود معدلات النمو الاقتصادي. كل بقى اللي ما يتعلق بسياسات الاصلاح، دور القطاع الخاص الى اخره. انا شايف ايضا انه يعني المجتمع الاهلي يعني محتاج يبقى له دور اكبر في هذه القضيه، سواء التوعيه، سواء تقديم خدمات تنظيم الاسره الى اخره. بأكد برضو على النقطة اللي قالها الدكتور عبد المنعم اللي هي يعني موضوع التمكين وتمكين المرأة على وجه التحديد.
كل ما المرأة بتبقى متعلمة، كل ما عندها فرص عمل، كل ما نسب الإنجاب بتقل. موضوع التوعية ودور الإعلام أعتقد برضو مهم. يعني أنا في جيل كان بشوف إعلانات تنظيم الأسرة دي كانت منتشرة في الشاشات وبشكل كثيف، بس ما جابتش نتيجة يا دكتور محمد. أنا معرفش الحقيقة، معرفش يعني، يعني برضو متخصصين يقولوا لنا هل كان لها تأثير ولا إيه. معلش أنا خذلت كل الكلام ده، قلت إيه كل كلام كتير جدا بيتقال، وممكن وزير يطلع يقول لك احنا عملنا انجاز عظيم جدا، وممكن مسؤول يقول لك انا رجع زي بتاع المحو الاميه. تمام، هو بيقول له عايزه، انا في الاخر شايف الارقام في الاخر بتقول لي ما انا عندي ايه، فانا يعني ما اتغيرتش. تمام تمام. يعني في بعض الدول حملات التوعيه جابت نتيجه، اوكي، فدي برضو موضوع التجارب الدوليه مهمه. ليه جابت نتيجه في دول معينه وما جابتش نتيجه عندنا؟ هل المساله بس برامج تلفزيون؟ يعني في إطار القراءة عشان أحضر في هذا البرنامج، إيران الحقيقة عملت تجربة طيبة جدا. هي كانت في مرحلة طبعا بتضع قيود ضخمة جدا عشان ما تزودش السكان، دلوقتي مشيت في اتجاه عكسي يعني. لكن في مرحلة الأولى دي كان قبل الجواز كان شرط العقد القران إنه يعني الطرفين يحضروا زي ندوة، زي بيتكلم على دورة على الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم، فده شكل من أشكال التوعية غير الشكل التقليدي اللي بيتعلق بالتلفزيون. طبعا الكلام بقى اللي على التعليم والمناهج والحد من التسرب كلام طبعا سمعناه يعني كتير، معرفش برضو نتيجته ايه. لكن أنا عايز أضيف نقطة هنا فيما يتعلق بالتعليم، ودي تجربة شفتها الحقيقة في بعض دول شمال إفريقيا. يعني باختصار كده بيشجعوا ما يمكن أن نسميه بهجرة العقول. موضوع هجرة العقول ده مش تابو عندهم، يعني كليات الهندسة مرتبطة بسوق العمل في أوروبا عشان الشاب لما بيخرج بالظبط ملقاش فرصة في بلده بيلاقي الفرصة بره بسهولة، وفي نفس الوقت بيرجع عوائد لبلده. النقطة اللي قبل الأخيرة الحقيقة موضوع برضو الهجرة من الريف للحضر. أحيانا إحنا يعني بننظر إليها بشكل سلبي وتريف الحضر، بالعكس الهجرة من الريف للحضر هي هجرة للحضر، للمدنية، لمستوى حياة أفضل، لخدمات أفضل، وبالتالي ممكن أن تساهم أيضا في حل هذه المشكلة. النقطة الأخيرة موضوع التمويل، وأنا شايف الحقيقة دي نقطة في غاية الأهمية. يعني بتكلم مع الدكتور حسين من شوية في هذا الموضوع، يا ما اتعملت استراتيجيات ويا ما في توصيات، ولكن تيجي على بوابة التمويل وتتحطم. فإذا كنا عايزين ناخد يعني هذه البرامج بجدية لابد أن نوفر لها التمويل اللازم. تمام.